أهلا بكم. وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة في شمال إيران قلب الدنيا كلها، يعني قلب الشرق الأوسط. وطبعا المشهد السياسي في إيران قد يتغير بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، اللي وصفته وسائل الإعلام بأنه أحد أقطاب التيار المحافظ في إيران. ده الخبر، أبرز أقطاب التيار المحافظ إبراهيم رئيسي، ثامن رؤساء إيران. رئيسي اللي وصفته نيويورك تايمز بأنه كان الخليفة القادم لعلي خامنئي المرشد الإيراني والولي الفقيه. ده اللي قالته نيويورك تايمز. إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني توفى في حادث وكان ينظر إلى رجل الدين الشيعي المتشدد أنه خليفة محتمل للمرشد الأعلى الإيراني، وتأتي وفاته لحظة اضطراب للبلد يواجه صراعا عميقا مع إسرائيل. وطلعت إسرائيل تدافع عن نفسها وأنها ملهاش أي علاقة بالموضوع، وقالت لا دور لنا في إسقاط مروحية الرئيس الإيراني. مقتل رئيسي خلف وراءه، يعني خلى أنه اللي هيجي هيخلفه محمد مخبر، ودي شخصية اقتصادية مقربة للمرشد الأعلى، زي ما بتقول برضو نيويورك تايمز أنه محمد مخبر ده. ماذا تعرف عن محمد مخبر القائم بأعمال الرئيس الإيراني؟ شارك السيد مخبر منذ فترة طويلة في تكتلات تجارية مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ويجب عليه إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد خلال 50 يوم. مشهد مقتل رئيسي فتح الباب لكثير من التكهنات لمصير الوضع في إيران وعلاقته بالمنطقة وتأثيره على الأحداث. عشان كده عملنا لكم جراف في بعض الملامح القادمة للوضع في إيران. آدي الجراف اهو، وفاة رئيسي وخريطة السياسة في إيران، ملامح من القادم. وفاة رئيسي يعزز موقع البديل لخامنئي، نقل مكتبي خامنئي نجل المرشد الإيراني. لم يكن رئيسي يتمتع بمكانة خاصة في السلطة التنفيذية يصعب استبدالها. لن تسمح النواة الصلبة للسلطة بالحد الأدنى من المنافسة في الانتخابات المقبلة. من الوارد أن يصبح تنظيم الانتخابات سوريا على غرار انتخابات الدورة الثالثة اللي تمت سنة 1980. من غير المرجح أن يجد الإصلاحيون والمعتدلون فرصة للظهور في الانتخابات المبكرة. خبراء من الغرب بيروا غياب رئيسي سيعدل من علاقة إيران بإسرائيل وأمريكا. خلفيات سابقة، في وثيقة اتسربت في مارس 23 بتكشف جهود مكتبي خامنئي لخلافة والده وتجاوز رئيسي. إسرائيل الحقيقة تعلن عدم مسؤوليتها وقالت لا دور لنا في سقوط مروحية الرئيس. وزير إيراني سابق قال إني أمريكا هي السبب، لأني أمريكا عاملة علينا عقوبات من مدة طويلة، ودي عقوبات خلتنا ما نعرفش نطور من السلاح أو من الطيران عندنا، وبالتالي كان هذا سبب سقوط الطائرة. كتير من التساؤلات وراء الحادث، هل إسرائيل كان لها مصلحة من التخلص من رئيسي؟ ومن هو البديل القادم لرئيسي؟ وهل يلعب ابن المرشد الأعلى لإيران دور في خلافة رئيسي؟ وما مصير الوضع في إيران وتأثيره على المنطقة في ظل الأحداث اللي بتحصل في فلسطين؟ كلها أمور تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها وممكن نفهمها من ضيوفنا. خلينا نرحب بالدكتور الأستاذ صلاح أبو شريف المختص بالشأن الإيراني. أستاذ صلاح أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والمشاهدين الأفاضل، شكرا للاستضافة. معي أيضا الدكتور أحمد الهواس الكاتب الصحفي. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. حياكم الله أستاذ محمد، تحية لك ولضيفك الكريم. بعد إذن الأستاذ صلاح أبو شريف بنبدأ باللي يعني حييناه في الآخر يعني، فخلينا نسأل السؤال: كيف رأيت افتقاد إيران لقدرات تقنية مناسبة سواء في الطيران نفسه اللي أقلت الرئيس، أو في البحث والاستطلاع عن طائرة الرئيس المفقودة والتي استمرت تقريبا 20 ساعة مما اضطرها الاستعانة بدول أخرى؟ كيف رأيت المشهد في إيران يا أستاذ دكتور أحمد؟ حياكم الله أستاذ محمد. حقيقة من ينظر إلى طريقة إعلان الخبر ومن ثم البحث عن الرئيس الإيراني يجد أنه يتعامل مع دولة متخلفة جدا في هذا المجال، سواء في البحث أو حتى أسباب سقوط الطائرة، بعيدا عن قضايا
فقدان قطع التبديل كما قالوا أن الطائرة تعود إلى ما قبل عام 79 أيام كان التسليح الإيراني أمريكيا بامتياز، لكن أن يعني يسقط رئيس دولة ومعه وزير الخارجية وعدد من أركان النظام السياسي في إيران في محافظة أذربيجان ولا يعرف أين تم الوقوع تحديدا حتى تأتي طائرة أكرنجي التركية وتحدد هذا المكان بيسر وسهولة ومن ثم يستطيعون الوصول إلى جثث القتلى، فهذا مؤشر على أن إيران دولة متخلفة لا تملك لا تقنية ولا تملك إمكانية حتى البحث عن ضحاياها على مستوى رئيس دولة، وإنما تسوق نفسها من خلال الإعلام وما يسمح لها من خلال يعني استهداف الشعوب في المنطقة، سحق الشعب السوري والعراقي واليمني واللبناني بالأساليب المعروفة. فبالتالي لا يمكن الحديث عن إيران أنها دولة متقدمة أو دولة ذات إمكانات عالية، أو أننا نلقي اللوم على ما يسمى العقوبات الأمريكية التي تمنع من وصول قطع التبديل للسلاح الموجود لدى إيران، لأن إيران دائما ما تعلن أنها أنتجت طائرات سواء طائرات الهليكوبتر أو طائرات العسكرية أو حتى الطائرات المدنية، وهي دائما ما يكون لديها حوادث طيران. طيب خلينا أروح للأستاذ صلاح أبو شريف. إذن من كلام الدكتور أحمد الهواس يا دكتور أستاذ صلاح، هناك نسخة إعلامية إيرانية لا علاقة لها بالنسخة الإيرانية الواقعية، إلى أي مدى تتفق مع الأستاذ الدكتور أحمد في هذا الموضوع؟ جدد شكري لحضرتك طبعا ولضيفكم الكريم مشاهدينا فاضل، لتحية طيبة. طبعا كما تفضل ضيفكم أنه ما حصل خلال يعني الأيام القليلة الماضية أثبت أنه إيران ودولتهم نظام مبني على البروباغندا الإعلامية وعلى الكذب وعلى يعني الرواية الغير صادقة في كل المجالات فيما يتعلق بالتكنولوجيا وغير ذلك، وهذا ما شاهده العالم في أكثر من مناسبة للعلم، ليس بهذا يعني فيما يتعلق بسقوط الطائرة أو إسقاطها أو ما تحججوا به مسألة الجو والجبل والثلوج وغير ذلك. وأنا أعتقد أنه يعني الحقيقة غير ذلك تماما، يعني النظام الإيراني الحرس الثوري وغيره كانوا يعلمون من اللحظات الأولى أين مكان الطائرة وكيف سقطت، ولكن كانوا يتهربون من الواقع وينسبون الأمر إلى الأجواء وإلى المكان وإلى وعورة المكان والجبال والغابات والثلوج. وللعلم نحن باتصال مع أصدقاء كثر في أذربيجان الجنوبية المحتلة من قبل إيران، أذربيجان الشرقية نفوا ذلك تماما، أنه المنطقة لا يمكن الوصول إليها ولا يمكن يعني وعورتها لا يمكن للطائرات السمتية، وفي أصعب الحالات كانت الطائرات السمتية وغيرها تم يعني تمر من هذه المناطق. الموضوع مختلف تماما عن الرواية الرسمية الإيرانية أنه سقطت وبعد 16 ساعة لم يتمكنوا من العثور إليها، ولولا رحمة المسيرة التركية لما كان وصلوا إلى جثامين. يعني أعتقد أنه كانوا يعني يخفون على الداخل فيما تعرف جغرافية إيران، يخفون الأمر عن أجهزة وأطراف مختلفة، كانوا يتهيئون داخليا أمنيا وعلى المستوى القومي للخبر، وكانوا من البداية يعرفون جيدا أن الطائرة أسقطت ولم تسقط لأسباب يعني جوية كما قالوا. هناك سمتيتان كانت تحافظ على سمتية الرئيس، أحدهما خلفها والأخرى أمامها، الثنتان وصلوا إلى محل إقامتهم أو ما كان يجب أن يصلوا، كيف لا يعلمون هؤلاء وهم مرافقون ومراقبون لطائرة الرئيس أين سقطت؟ هذا يعني هناك تكنولوجيا. أما عن ادعاءات ظريف وأنهم لم تصلهم التكنولوجيا، فهم يوميا يدعون وصلوا إلى يعني الأغمار الصناعية وامتلكوا أغمار تجسس تتجسس على الإقليم كله والمنطقة والعالم، صواريخهم أصبحت عابرة للقارات وسمتياتهم أصبحت تستثمر وتستخدم في حربها في حرب بين روسيا وأوكرانيا، كيف لا يعلمون أنه أين سقطت طائرة؟ يعني هذا جانب. طب معلش يا دكتور معلش يا دكتور أحمد، أنا معلش خليني أسألك سؤال كده بس، احنا ننحي يعني علاقتنا او راينا في ايران جانبا، بنتحدث علميا يعني، وتحياتنا للعراق، مش ده العالم العراقي اللي جنب حضرتك ده؟
لا لا، هذا علم الأحواز وأنا أبو شريف الأحوازي. والعلم الأحواز ليه بقى؟ ليه حاطه حضرتك؟ لأن أمثل شعبي وأمثل قضيتي. آه، الأحواز دي في العراق. الأحواز محتلة من قبل إيران وليس في العراق. آه في إيران، أنا آسف، أنا إيران. أنتم قلة سنية في إيران صح كده؟ لا، هم إحنا هنا يعني الشعب الأحوازي شعب مسلم بالتأكيد، ومحتل من قبل إيران منذ عام 1925، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 12 مليون نسمة، يسكن في منطقة فوق استراتيجية تبدأ من مضيق هرمز إلى شط العرب على مساحة 420 ألف كيلومتر مربع. إذا تريد التفاصيل كمان نشرح. لا بالعكس كويس، أنا عمال أقول لزمايلي إيه العالم اللي ورا ده، لأن أنا مش عارف ده عالم إيه، فأنا قلت بس. العالم الأحواز اللي هو يشبه لعالم العراق وسوريا ومصر واليمن. مظبوط. أنا عايز بس نبعد، يعني نبعد انتماءاتنا قليلا من عن هذا الحال. أنا لفت دكتور أحمد، أنا لفت نظري حاجة في الطيارة، أنه جسامين الموتى أو القتلى اللي هم الرئيس ووزير الخارجية، فيما رأينا على قناة الجزيرة كانت الجسامين سليمة، يعني رأينا جسامين سليمة، بما يعني أن الطائرة لم تتلقى صاروخ، لأن لو تلقت صاروخ هيحصل انفجار وبالتالي هتتفتت هذه الجسامين. الحاجة الثانية، هم قالوا المنطقة جبلية، في المنطقة اللي تصورت فيها وقوع الطائرة لم يكن هناك جبال كما ادعوا، وبالتالي المسألة لا علاقة بميكانيكا الطائرة أكثر من فكرة الصواريخ أو فكرة اصطدام بجبل. كيف ترى هذا التحليل بعيدا عن انتمائك يا دكتور بعد إذنك؟ نعم، يعني نحن هنا يعني نريد أن نحلل ما رأينا وما وصل إلينا بعيدا كما قلت عن انتمائنا، مع تحيتي للأحواز وشعب الأحواز العربي الأصيل، هذا البلد الذي ابتلع في عام 25 بمؤامرة بريطانية بعد اعتقال الأمير خزعل الكعبي، هذا الرجل العظيم الذي نفتقد مواقفه الآن، الذي أسس جيشا لتحرير فلسطين في ذاك الوقت ودعا لأن يكون حاكم الأحواز والعراق معا تحت عرش واحد. أخي العزيز، حين نتحدث عما رأيناه بأم أعيننا اليوم، فإننا يعني نذهب إلى فرضية بأن ما حصل فعلا ونتيجة التخلف الموجود في الطائرة، أو أن يعني هنالك إشكالية في تقنية الطائرة، علما أن هنالك ثلاث سيناريوهات قد عرضت، وهنالك من تحدث عنها بأن سقوط الطائرة إما أنه يأتي نتيجة حادث جوي وفشل في محركات الطائرة كما ذكرتم، أو أنه يأتي نتيجة صراع داخلي لا سيما مجتبى ابن المرشد العام، المرشد يعني مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، بأن مجتبى ابن علي خامنئي يجد بأن هنالك من قد يعترض طريقه في الوصول إلى أن يكون هو المرشد الأعلى، وبالتالي هذا الشخص كان مرشح هو إبراهيم رئيسي، فلا بد من التخلص منه. هنالك سيناريو تحدثوا عنه بأن إسرائيل تملك على حدود أذربيجان مع إيران ومناطق أخرى أيضا، يعني يوجد لديها إمكانية قواعد وبإمكانها أن تصطاد أي طائرة تمر في هذه المنطقة، وهذا سيناريو مستبعد لأن ليس من مصلحة يعني إسرائيل خلل النظام الإيراني الذي يقدم خدمات جليلة لها في هذا الوقت. وأعود وأكرر بأن ما رأيناه أستاذ محمد هو كشف يعني زيف الدعاية الإيرانية بأن إيران دولة متقدمة ومتطورة ولديها سلاح يمكن أن ينافس السلاح الغربي في على مستوى الطيران أو الصواريخ أو المسيرات، رأينا أن ذلك يعني قد انكشف في موضوع الطائرة. لكن السؤال الذي ربما يطرح نفسه كثيرا، ماذا يعني غياب رئيسي؟ هل غياب رئيسي ومن معه سيؤدي إلى خلل واضح في بنية النظام السياسي الإيراني؟ في الواقع الإجابة قالها علي خامنئي منذ لحظة غياب رئيسي بأنه لن يكون هنالك أي تأثير كبير على إيران أو النظام السياسي في إيران، وهذه حقيقة وحقيقة مرة، بأن الرئيس في إيران هو الحلقة الأضعف، أو كما كان يقول خاتمي الرئيس الإيراني الأسبق، يقول الرئيس في إيران هو نمر منزوع منه المخالب، يعني لا قيمة له نهائيا، لأن الأهم هو منصب المرشد الأعلى الذي ابتدعه خميني حين طور نظرية الجيزيني، وهذه نظرية طبعا وضعت قبل 700 عام ثم استعادها خميني وطورها لتكون نظام الحكم في إيران، بأن الحاكم أو المرشد الأعلى للثورة الإيرانية هو
ولي الولي الفقيه، يعني بمعنى هو المسؤول عن السياسات، مسؤول عن كل شيء، وهو معصوم، وقرارات المرشد غير قابل للنقض. ويأتي من بعد هناك مجلس الخبراء، ومجلس الخبراء يختار 6 أشخاص منهم المرشد، ومن ثم مجلس صيانة الدستور. فالرئيس لا يأتي لا في المرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وربما ما بعد الرابعة في إيران. وهنا الرئيس يتنافس، يعني المنافسة في انتخابات الرئاسة الإيرانية ليست على إدارة البلاد أستاذ محمد، وإنما على تنفيذ القرارات التي تصدر من المرشد الأعلى. المرشد الأعلى يسيطر على كل شيء في إيران. لا يمكن أن تعين نائبا عاما إلا بموافقة المرشد العام، لا يمكن أن تغير في بنية الجيش إلا بقرارات من المجلس العام. كل شيء يتعلق وجودا وعدما بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية أو سلطة ولاية الولي الفقيه، وهي سلطة ثيوقراطية دينية لا علاقة لها لا بالإسلام ولا علاقة لها حتى طبيعة الشعوب الإيرانية. طيب خليني أروح للأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، في مارس 23 نشرت وسائل إعلام من بينها وسائل إعلام إيرانية أن إيران، أن مكتبئي حسب وثائق كان بيتدخل في العزل والتنصيب على أعلى مستوى، وأنه بدأ يتجاوز إبراهيم رئيسي. هل هذه الشواهد تعزز من خلافة مكتبئي لإبراهيم رئيسي في الرئاسة، أو على أقل بلاش الرئاسة، ولكن أهو نشرت وسائل إعلام موثقة مسربة تكشف استمرار جهود مكتبئي خامئني لخلافة والده وتجاوز رئيسه؟ إلى أي مدى التخلص من إبراهيم الرئيسي يعطي فرصة لمكتبئي ابن المرشد في عدم المنافسة على منصب المرشد العام؟ يعني من المؤكد هذه الفرضية قائمة وواردة جدا، أنه المجتبى والجناح المتشدد في الحرس الثوري الإيراني وما يعرف بالبيت الرهبري أو الهالة اللي هي تدور على خامنئي بالمرحلة الراهنة بالتحديد، خاصة بعد يعني فشلهم في تسويق 7 أكتوبر ومسألة المحور المقاوم، ويعني كل هذا الفشل الذريع والخذلان اللي شاهدوه خلال الأشهر الماضية. هناك الجناح المرتبط والمتواصل مع مجتبى يرى أنه يجب تغيير الحرس القديم للمحافظين. نتحدث هنا الجانبين هم محافظين بالتأكيد، ولكن هناك صغور المحافظين اللي يقودهم مجتبى خامنئي، وهو يقود المافيا الاقتصادية أيضا التابعة للحرس وكل المؤسسات اللي تابعة لبيت الرهبري كما يعرف، المالية الضخمة جدا داخليا وخارجيا. ف هؤلاء أصبحوا يجهزون لخلافة مجتبى منذ فترة طويلة، ومجتبى اليوم يملك حتى ميليشيات خاصة به واسعة النطاق داخل ما تعرف بجغرافية إيران السياسية، وهو يزج بهم بالمسؤوليات المختلفة داخل أجهزة الأمن والداخلية وأيضا الجيش والحرس. اليوم من المؤكد الإشارات كلها تتجه باتجاه مجتبى ودخوله المباشر فيما حصل لرئيسي والجناح اللي يتبع ويرغب أن يكون رئيسي هو الخليفة لخامنئي في المستقبل الغريب، لأن يرون أنه خامنئي قد يعني أصبحت أشهره أو أعوامه الأخيرة على دفة الحكم. وكما أشار ضيفكم العزيز، خامنئي ليس مجرد اسم فيما تعرف بجغرافية إيران والدستور، وفوق من الدستور هو يملك الأموال ويملك الأرواح وولي على كل صغيرة وكبيرة. الرئيس في إيران لا يمثل شيء حقيقة، بمجرد رسالة واحدة من الخميني، وهو كان أغل سلطة من خامنئي، أزاح الرئيس الأول بني صدر من الرئاسة وأصبح منصبه شاغرا. ومن ثم عندما قتل رجائي أيضا بعد أيام فقط، يعني تمكن النظام من اجتياز المرحلة. يعني الأمر يعود كله وفي كل مؤسسات النظام الرئيسية، الجيش والحرس والاقتصاد والأمن وفيلق الغوث، وكلهم يعودون لخامنئي. هذا الجناح المتشدد في الحرس الذي لا يرغب على الإطلاق أن يفقد مكانته الإقليمية والدولية والداخلية، أن تسير الأمور بما لا يرغب.
ولذلك يريدون يعني بقاء مجتبى، ومن كان ينافس مجتبى هو رئيسي على السلطة وعلى مكانة المرشد، وهناك اعتقاد واسع أنه تم تصفيته ومن معاه ليخلو المكان وتخلو الساحة لمجتبى خامنئي في المرشد. يعني أستاذ صلاح، وأنت مع 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 السيناريو أنه تم تصفية إبراهيم رئيسي؟ هذا الاحتمال وارد جدا وهو الأغرب. طبعا هذا لا ينفي أنه هناك يمكن جهات خارج الحدود كان لها دور في هذا الموضوع، لأن إيران وميليشياته لها أعداء كثيرة في الإقليم، لها يعني مشاكل مع كل شعوب المنطقة، تدخلاتها ويعني ما تسببت من جرائم في الإقليم وخارج الإقليم من المؤكد فتح عليها العديد من الأبواب. ولكن الاحتمالية الأقوى وما تصلنا من معلومات، والآن الخلافات القائمة في بيت الرهبري وما يدور في داخل جغرافية إيران السياسية كلها تشير إلى اغتياله من قبل الجناح الأكثر تشدداً اللي يقوده مجتبى يعني خامنئي، وبعض من يريد أن يكون رئيساً للمرحلة الراهنة مثل جليلي وأمثال جليلي. طيب خليني أروح للدكتور أحمد الهواز. دكتور أحمد، في حال صعود مكتبي أو مكتبى إلى سدة الرئاسة أو أنه يكون خلفاً للمرشد الأعلى، هل من الممكن أن إيران تغير سياستها الداخلية أو الخارجية في ظل إدارة مكتبي أو مكتبة إذا كان صحيح؟ يعني صعود مجتبى إلى الرئاسة لا قيمة له، إنما صعود مجتبى إلى أن يكون مكان والده. ليه يعني ليه دكتور؟ ليه مش أنت بتقول له هو مش بتقول لي بيملك ميليشيا؟ الرئاسة لا يملك، الذي يملك هو المرشد الأعلى خامنئي. أنا فاهم يا فندم، بس أنت قلت لي من شوية والأستاذ صلاح قال لي من شوية أنه مكتبى كان يعني بيتخطى وبيتجاوز الرئاسة لشخص مكتبى مش لمكانته، وبالتالي هو مجتبى يعتبر أمين سر والده في الفساد المالي. طيب إذا هذا الشخص نفسه يا فندم تولى الرئاسة، إذن صلاحيات الرئاسة هتكبر وهتبقى أقوى من مكانة أيام إبراهيم رئيسي. هو مجتبى لا يفكر بالرئاسة مطلقا، هو يريد أن يكون خليفة والده، أن يكون المرشد الأعلى، يعني يحوز ولاية الولي الفقيه. في حالة أنه هو بقى المرشد الأعلى، هل تتغير سياسة إيران الداخلية أو الخارجية؟ موضوع تغيير السياسة يعني كما ترى كلها متعلقة كما قلت لك وجودا وعدما بيد المرشد الأعلى الذي يعتبر معصوما، وهو الذي يلتقي مع المهدي، وهو الذي ينفذ سياسة المهدي. ما هي نظرية الولي الفقيه أستاذ محمد؟ هي نظرية لاختفاء، لأن هؤلاء يؤمنون الاثنى عشرية، يؤمنون بأن الإمامة لا يوجد لديهم خلافة، الإمامة تكون بيد أبناء علي رضي الله عنه وأرضاه. حين وصلوا إلى الحادي عشر ولم يعقب، قالوا بأن الإمام الثاني عشر قد اختفى، وتحدثوا عن غيبتين صغرى وكبرى. حين طالت الغيبة أوجدوا عدة تفسيرات بأنه قد يلتقون مع المهدي وسيعود المهدي وإلى آخره، حتى جاء الجزيني قبل 700 عام وقال بأنه يمكن أن يكون هنالك شخص ما يتعامل مع المهدي دون أن يراه الناس وينقل لهم ما يريده المهدي. هذه النظرية ظلت حبرا على ورق حتى جاء خميني بعد عام 79 وطبق نظرية الولي الفقيه. وولاية الولي الفقيه لم يتفق عليها الشيعة، حتى الشيعة الاثنى عشرية لم يتفقوا عليها، وإنما خميني جعلها أمرا واقعا في إيران، وطبق نظرية الحكومة الإسلامية التي تحدث عنها وتحدث عنها سابقا في الوسيلة. كل هذا طبقه على أرض الواقع في إيران، وجعل المذهب الاثنى عشري غير قابل للتغيير، وجعل أيضا أنه نائب المهدي. وحين حضرت الوفاة لخميني لم يكن علي خامنئي الذي كان رئيسا لإيران كما يعلم الزميل الكريم، لم يكن مهيئا لأن يكون بمنصب المرشد الأعلى، لأن الآيات الذين كانوا حول خميني كانوا أعلى منه في الدرجة العلمية والدينية. ولكن خميني أراد أن ينقل هذه الولاية لخامنئي لأنه سوف يكون استمرارا له، وهو يعلم أن مجلس الخبراء الذين تحت يده لأنه هو الذي ينتقيهم سوف يساعدون في ذلك، وهذا ما كان. الآن خامنئي يعيد تجربة خميني بنقل هذا المنصب المهم الذي يتحكم بكل مفاصل إيران، وكل ما ليس فقط مفاصل إيران، حتى الأذرع التي ترتبط مع إيران خارج نطاق إيران والتي تطبق نظرية أم القرى التي وضعها جواد لريجاني. كل هذه الأمور
تعود إلى المرشد الأعلى. فالمرشد الأعلى إذا انتقلت إلى مجتبى، مجتبى إذا قال التقيت مع المهدي وقال لي اذهب وصالح أمريكا وصالح إسرائيل، سيقول له الجميع نعم، لأن قرارات المرشد الأعلى قرارات غير قابلة للنقض أستاذ محمد، بينما هو يستطيع أن يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل. هذه هي الإشكالية، يستطيع أن يعزل الرئيس. ضرب لك مثالا الزميل العزيز أستاذ صلاح، حين كان الرئيس الإيراني الأول الحسن بني صدر قاله خمين، ويمكن أن تعود إلى مذكراته التي يعني يذكر أنه لا قيمة لا وزن له، لا هو ولا مهدي بازرقان رئيس الوزراء في ذاك الوقت. فالسياسة الإيرانية يجب أن تفهم في بنيتها الداخلية وانعكاس ذلك على الشأن الخارجي. معلش دكتور أحمد، خليني أنتهز فرصة مرجع، وجود مرجع زي حضرتك معايا في القصة دي. بعرفش إذا كان سؤالي مهم في القصة دي ولا لأ، لكن أنا هطرحه لأنه بيشغلني. بس يعني أنا كنت أعرف أو كنت أقرأ عن خلاف ما بين علماء مدينة قم وعلماء بغداد، وأن ما بينهم وبين بعض في ما يسمى بصراع أو في ما يسمى قم يعني أنت تقصد الخلاف بين الحوزتين وليس بغداد. الحوزتين أنزي أي أنا أنزي في الحوزتين. إلى أي مدى ده موجود، وهل أنا قرأت ده مظبوط وده مهم ولا لا؟ صحيح، لكن هنالك قرار متخذ بأن لا يكون هنالك مرجع عربي يقود الحوزة العلمية في العراق بين قوسين. بعيدا عن كيف تأسست الحوزة، ويمكن نجري لقاء كاملا حول هذه القضية وقضية التاريخية وتطورات الحوزة، ومن ثم دعم إيران يعني دعم الحوزة حتى من قبل دول عظمى كبريطانيا، وهذا ما كتب فيه أحد الباحثين العراقيين دور الحوزة أو دور الدعم البريطاني للحوزة في العراق. لكن القرار الحقيقي أن تكون يعني أكون قائد الحوزة أو المرجع الذي يقوم على الحوزة لا يكون عربيا بالمطلق، ولذلك تجد أن الذين اقتربوا من الحوزة في النجف تم تصفيتهم، وحتى تصفية الصدر الكبير في زمن صدام حسين واتهم به صدام حسين، كان دائما العراق يطالب بتحقيقات حول مقتل الصدر، وهنالك كثير من الإشارات تشير بأن الذي اختال الصدر هي إيران، لأنهم لا يريدون أن يكون هنالك مرجع عربي يقوم على الحوزة العلمية في النجف. هذا لا يعني بأن يعني الخلافات الفقهية بين الحوزتين، لا هي لا يوجد خلافات فقهية في هذا المجال. حتى بعض الأخوة الذين كتبوا في التفريق بين التشيع العجمي والتشيع العربي، أو كما أطلق عليه قبل ذلك أحد يعني مفكري إيران، وهو أن يعني التشيع الأحمر والتشيع الأسود، لا أنا لا أقف أمام هذه القضية، ولكن هنالك القرار بأن تكون السيطرة للمرجع الأعلى في النجف أن تكون السيطرة للعجم تحديدا وليس للعرب. وانظر الآن السيستاني هو لا يحمل جنسية عراقية، السيستاني ينسب إلى سيستان في إيران، وإلى الآن هو المرجع الأعلى في العراق والمرجع الأعلى للشيعة الاثنى عشرية في العالم، ويعيش في العراق، والقرارات السياسية العراقية لا يمكن أن تمر إلا بموافقة السيستاني. وذكر ذلك بريمر حين احتلوا العراق كيف جلسوا مع السيستاني وكيف اتفقوا معه، والسيستاني ليس عراقيا ولا يحمل جنسية عراقية، وإلى هذه اللحظة لا يجيد الحديث باللغة العربية كما يتكلم. ما شاء الله يا دكتور، ما شاء الله يا دكتور أحمد. خليني أروح لأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، حضرتك يعني بكلام حضرتك أنت منطقة مسلمة محتلة من إيران، أنا عايز أعرف كيف تلقى الشارع الإيراني خبر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهل قبله بارتياح أم أنه يعني كان في سعادة أو في حالة غضب، خاصة أن احنا بنسمع دائما من المراجع الشيعية أن هناك معجزات تحدث من هؤلاء الأئمة، يعني كيف قابل الشارع الإيراني خبر مقتل السيد إبراهيم رئيسي؟ من المؤكد يعني هناك الملايين اليوم مسرورين جدا في جغرافية إيران السياسية، سواء من العرب الأحوازيين أو البلوش أو الكرد أو التركمان أو الأتراك في أذربيجان الجنوبية، أو حتى أجزاء واسعة من أبناء الشعب الفارسي الرافضين لممارسات هذا النظام الشمولي الدكتاتوري الإرهابي، اللي لم يروا منذ 44 عاما من هذا النظام إلا القمع والدماء
إلا التطرف والإرهاب، إلا التوسع على دول الجوار ونشر العنف والتطرف والطائفية إلى زعزعة الأمن والاستقرار. لا يوجد هناك شارع أو حي إلا وفيه يعني عوائل فقدت أبناؤها وفقدت بناتها جراء ما يعني جرائم هذا النظام. لن ننسى يعني قبل العام الماضي والعام اللي قبله هناك يعني جرائم ارتكبت على يد النظام اللي كان يقوده رئيسي. لم ينسى أبناء الشعوب غير الفارسية والشعب الفارسي لجنة الموت اللي كان أحد قادتها يعني إبراهيم رئيسي. لن ينسى أبناء الشعوب غير الفارسية يعني القضاء اللي كان يرأسه إبراهيم رئيسي، وهو ارتكب مجازر وأعدم يعني الآلاف من أبناء الشعوب غير الفارسية المطالبين بالتغيير والعدل والمساواة وحق تغيير المصير للشعوب غير الفارسية. اليوم يعني كما أبناء الشعب اليمني والسوري والعراقي واللبناني كلهم مسرورين لمقتل هؤلاء الجمع الإرهابي، تجد هذا أضعاف وأضعاف موجود في يعني عموم جغرافية إيران السياسية. حقيقة الموت ليس فيه شماتة، ولكن ما ارتكبوا من جرائم هؤلاء من يعني الأبرياء من الناس جعل هؤلاء الناس اليوم مسرورين جدا، ويتوقعون في أي لحظة هلاك خامنئي وكل هذه الزمرة التي يعني أضاقت الملايين من الناس، ليس فقط في جغرافية إيران السياسية والشعوب المحتلة، بل حتى دول الإغليم. تصوروا منذ مجيئهم حتى اليوم، هل شهدت المنطقة أي استقرار؟ 8 أعوام حروب، مليوني مواطن بين يعني شعبي يقولون أنهم يعني شعبي مسلمين، وهناك شيعة موجودين في العراق وهناك شيعة موجودة في جغرافيتي، اقتتلوا وقاتلوا بعضهم البعض، وكانت يعني أهداف في إيران الكاذبة والمعلنة طريق القدس يمر عبر كربلاء. ولكن ما الذي حصل؟ تجرأت سم الخميني ومليوني مواطن بريء ذهبوا ضحية سياسات إيران التوسعية. ويعني الحديث طويل، لا يتذكر لا كبير سن ولا وسط العمر ولا الأطفال من هذا النظام إلا القتل والدماء والجرائم. فكيف لا تفرح هذه الناس من في مقتل هذه الزمرة؟ علما كلام خامنئي ينطبق تماما كما تفضل أخي وزميلي الدكتور. نعم لا يقير شيء مقتل الرئيس في جغرافية إيران السياسية، الرئيس لا شيء له، ليس رقم. طب أنا عندي سؤال هنا وسريعا أستاذ صلاح ودكتور أحمد، أنا للأسف ودي من الحلقات اللي أنا اتشرفت فيها بضيوف رائعين زي حضراتكم، مراجع ما شاء الله يعني، لكن عندي سؤال وعندي دقيقتين بالضبط. إذا كان منصب الرئيس ليس له هذه الأهمية، فلماذا تتم الانتخابات هناك سورية؟ ولماذا يتم استبعاد بعض الخطرين أو ما يسموا بالإصلاحيين؟ سريعا بس هبدأ بالدكتور أحمد. دكتور أحمد، إذا كان المنصب مش مهم، فلماذا السلطات الإيرانية بتستبعد شخصيات وأيضا بتقوم بأعمال يعني شوية فيها طغيان ضد المرشحين الانتخابيين؟ لماذا؟ هذا له جانبان. الجانب الأول أن تقدم إيران نفسها أنها يعني تحكم بطريقة ديمقراطية ويمكن انتخاب رئيس من قبل أن الشعب الإيراني، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني للأسف أنه حين تتقدم الأسماء في آخر انتخابات، ربما يذكرها الأستاذ صلاح، كان عدد الذين تقدموا لمجلس الخبراء زادوا على 400. كم تم الاختيار منهم؟ اختير منهم 4، والأربعة انقسموا بين يعني 2 من الإصلاحيين و2 من الصقور أو المحافظين. في الواقع الذي يأتي إلى الرئاسة الإيرانية هو يتنافس مع من الضد الذي سواء يعني من هذه الفئة أو تلك على تنفيذ قرارات المرشد الأعلى. هكذا هي هذه هي الحقيقة. هو لا يملك من الأمر شيئا، ولكن إيران تقدم نفسها مرة تقول لك مثلا حين أرادت التقرب من العرب جاءت بخاتمي لأنه وزير يعني ثقافة سابق ولديه أفكار في السينما، وإلى تقدم نوع من السياسة المرنة اللطيفة تجاه المنطقة. وإذا أرادت أن ترعب المنطقة تأتي بأحمد نجاد بوصفه أحد الصقور، إذا أرادت أن تتشدد أكثر تأتي بسفاح طهران. إبراهيم رئيسي يلقب بسفاح طهران، هذا الرجل أصدر آلاف الأحكام من الإعدام، ارتكب مجازر ضد البشرية وهي لا تسقط بالتقادم. ومنذ لاحظ منذ أن وصل إلى السلطة تفجرت الأحداث
في كردستان إيران بعد موضوع مها أميستي واستمرت إلى الآن. نحن أمام تقريبا نحو سنة من الأحداث. أنا لي كلمة في باريس قبل أقل من 8 أشهر حين دعت المعارضة الإيرانية لمؤتمر وكان لي يعني كلمة فيها، قلت لهم علنا لا تثقوا بأمريكا، إذا كنتم تظنون بأن أمريكا سوف تعمل على إسقاط النظام الإيراني أنتم واهمون. أمريكا هي التي سمحت لإيران بالتقدم في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان، وهي تدعمهم وتفتح لهم المليارات كلما ضاق الخناق عليهم تحت ذريعة مباحثات النووية. طيب نفس السؤال أستاذ صلاح، إذا كانت الانتخابات الرئاسة في إيران ليست بهذه الأهمية والرئيس مجرد منفذ لأوامر المرشد، فلماذا هذا التقاتل على الرئاسة ولماذا هذه التصرفات من النظام الإيراني تجاه من يترشح في الرئاسة؟ لا يوجد تقاتل على الرئاسة في جغرافية إيران، بل يعني هناك موظفون يعينهم المرشد، ولكن هناك مسرحية كما تفضل أخي للرأي العام الدولي للمنظمات للتسويق وغير ذلك، يعني موظفون يختارهم المرشد وفق يعني آلية الحاجة كما تفضل، سواء إذا القرب يحتاج شخصية ملائمة للقرب يمكن يأتون بظريف مستقبلا، إذا هناك بحاجة إلى تخويف دول الخليج العربي ودول المنطقة يمكن يجون بجليلي المقرب لرئيسي والمجتبى. وإلى الأخير تصور الآن حول مخبر اللي هو نائب الرئيس، يقولون مخبر سوف يمكن يبقى 50 يوما أو سنة أو لربما تسمعني كيف يبقى يعني 4 أعوام قادمة، يعني هذا ما يقرره من؟ ليس القانون، القانون يقول 50 يوم ولكن يقرره ولي الفقيه اللي هو فوق. طب معلش يا أستاذ صلاح، معلش أن الوقت عداني والله، بس أنا سريعا وحضرتك والدكتور أحمد، بس الوقت عداني أرجو مراعاة الوقت. قيل على نيويورك تايمز أن مخبر بيدير الشؤون الاقتصادية أو أعمال اقتصادية للمرشد، هل المرشد عنده شركات؟ يا أخي شركات عنده مافيات، كل التهريب وكل ما تسمى بالمؤسسات الخيرية داخل جغرافية إيران والروضية الإمام الرضا وغير ذلك بالمليارات، يديرها الحرس من بيت الإمام ما يعرف بالخامنئي بيت الرهبري، ويرأسها طبعا مخبر ويرأسها مجتبى. يعني المافيا الاقتصادية الكبيرة اللي الآن تهرب النفط والسلاح وغير ذلك كلها يديرها يعني مخبر ويديرها مجتبى خامنئي. يعني هؤلاء فعلا مافيات اقتصادية رهيبة كبيرة، يعني أوجعت كل ما تعرف بجغرافية إيران السياسية من طيب. الفقر، وهم المتسلطون على كل أرزاق الناس. طيب عفوا الأستاذ دكتور أحمد الهوى، سريعا أرجوك، يعني إذا كانت إيران محاصرة اقتصاديا فهي الشركات دي شغالة مع مين؟ يا سيدي في عام 2011 كان لدي برنامج في القاهرة في إحدى الفضائيات العربية، وعرضت في هذا البرنامج مع زميل عزيز مختص بالشأن الإيراني حجم الاستثمارات الإيرانية في غرب إفريقيا التي تسمح فيها أمريكا وإسرائيل لإيران فيها تتجاوز 300 مليار دولار. 300 مليار دولار؟ وليس هذا فحسب، كل تجارة العاج والذهب وغسيل الأموال وما شابه ويقوم بها عناصر من حزب الله اللبناني ومن جنسيات أخرى وفي أمريكا اللاتينية، كل هذا بإشراف المرشد. هنالك من الأموال التي تتم في أوروبا وفي أمريكا وترضى عنها أمريكا تحديدا لمصلحة إيران أو النظام الإيراني، شيء لا يصدق حقيقة، شيء لا يصدق. هنالك في القضايا المالية تحديدا وفي الشركات التي تستثمر لصالح النظام الإيراني منها عدد هائل من الشركات الإسرائيلية. من أراد أن يفهم واقع الثورة الإيرانية أنا أنصحه بالعودة للكتاب المتفرد الذي أصدره الشيخ محمد سرور زي العابدين رحمه الله بعد ما يسمى الثورة الإيرانية، الكتاب المهم جدا وجاء دور المجوس، أو يقرأ رهينة خميني لدارفوس وهو كاتب أمريكي مهم، كيف تم إيصال خميني إلى السلطة بالتعاون بين المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والصحيح. يا دكتور بالراحة، بس إذا كان الشاه كان رجل إيران في المنطقة؟ لا يا سيدي، هذا انتهى دوره وجاء بالأهم الذي سيدمر المنطقة ذاتيا. أنا يعني أستاذ محمد، بعيدا عن المحبة التي بيننا وأنا دائما أتابع برامجك وأستمتع بشرف لي لقاءاتي معك حقيقة أستاذ محمد، ولكني لا أنسى أيضا ما قدمته قبل ذلك أنت تحديدا، وتحدثت عن مذكرات شارون وكيف ينظر إلى هؤلاء في المنطقة،
ولديك كثير من اللقاءات، وأعود وأكرر أني من الذين يستمتعون بما يقدم الزميل ده شرف لي أنا، وأستمتع أكثر حين أكون ضيفا عند أخي محمد. أنا اللي استمتعت بيك جدا، وكان نفسي الوقت يطول أكثر من كده لإلقاء الضوء على المشهد الإيراني اللي أنا أظن أن كثير من العرب وكثير من المهتمين ليس لديهم كل هذه المعلومات عن الشأن الإيراني اللي استمتعنا به مع حضراتكم. بكل الشكر والتقدير للدكتور أحمد الهواس، أنا استمتعت يا دكتور جدا بوجود حضرتك معايا. أستاذ صلاح أبو الشريف المختص بالشأن الإيراني، كل الشكر والتقدير على وجودك معنا وعلى ما تفضلت به في هذه الحلقة، ولنا حلقات أخرى إن شاء الله حتى نزيل الغمامة تماما عن كثيرين من السكرانين أو السكارة بدولة إيران. بشكركم جدا يا فندم. شكرا. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. حقيقة من الحلقات اللي استمتعت بها بضيوفي، وكان نفسي الحلقة تبقى 3 ساعات معهم هم، ولو كنت أعلم من الحلقة أو الفقرة دي هتبقى بهذه المتعة لي أنا شخصيا، أنا كنت من نص الحلقة اعتذرت وتركت الفرصة لهؤلاء الضيوف الرائعين للحديث في هذا الملف. أكرر شكري مرة تانية للدكتور أحمد الهواس الكاتب الصحفي الرائع بصراحة، وأيضا للأستاذ صلاح أبو الشريف المختص بالشأن الإيراني الرائع أيضا اللي أضافوه النهاردة في الحلقة دي عن الشأن الإيراني. أعتقد لا حجة لنا في ان احنا اتفتحت عينا على كتير من الشأن الإيراني، وده اللي احنا قلناه يوم ما إيران ضربت إسرائيل بالصواريخ أو بالعرض العسكري أو بالفايروركس اللي أنا قلتها، وكتير شتموني وقالوا هي ضربت وخلاص، لكن أنا كنت يوم ما شايفة أنها مسرحية، ولازلت وأرى أن علاقة إيران بأمريكا وعلاقتها بإسرائيل أقوى بكتير جدا مما نظن. الحمد لله الحلقة دي وضحت حاجات كتير. الحلقة بهذا اللقاء الرائع انتهت، إلى أن نراكم إن شاء الله حلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. سيظل الجزء ده تاريخي في الحلقات بتاعت مصر النهاردة، وهنحتاج له كتير بعدين للرد على كتير من المغيبين. إلى أن نراكم غدا إن شاء الله حلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.